تاني احلى ناس في العالم في احلى فقره في العالم والذ فقره في العالم هي فقره المطبخ اكيد. والنهارده ضيفتنا هي اقدم يعني ست بتعلم الستات والرجاله قياده السكوترز، مش كده؟ كده كده كده. خليني اقول طبعا ضيفتنا النهارده اللي منورانا في هو هن في احلى فعلا فقره في الدنيا كلها اللي احنا كلنا بنستناها، هي ضيفتنا سالي الجندي. هم يعني هتعلمنا كمان بقى الاكل واللي هي الاكل الاسكندراني على اصوله. سالي منورانا، ده نورك يا حبيبتي. اخبارك انت ايه؟ كل سالي، انا مبسوط النهارده ان انا قاعد بقى ايه اتفرج على الحاجات الحلوه اللي هتعمليها واكل ومش بطبخ النهارده، فريحتيني شكرا. انا بشوفك بتعمل حاجات تجنن. ربنا يخليك. أيوة. بس انا هاجي هنافسك منافسه فظيعه صغننه بس بينا. يعني على قد يا عمر، على قد. انا مستعد لاي منافسه. هتعمل لنا ايه النهارده؟ انا مينلي بحب قوي الاكل الفلاحي. اوكي، فالنهارده هنعمل. انت من اسكندريه؟ انا من المنصوره. من المنصوره. وعايشه في اسكندريه بقالي كتير، مش هقول لك عشان ما تقوليش عندك كام سنه. ماشي. اوكي، ف بحب قوي الاكل الفلاحي، يعني زي مثلا الفطير المشلتت، الطري، الجبنه القديمه، الحمام المحشي، البط، الفراخ، كل ما هو البرمان البلدي على اصوله يعني. طب والحاجات دي من المنصوره ولا من اسكندريه؟ منصوره. احنا دلوقتي شايفين على الشاشه المش، هو كمان الفطير، وايه ده؟ العيش الطري. رقاق طري. وايه اللي هناك؟ انا مش شايفهم. دي الجبنه القديمه اللي هنعمل بيها، يعني دي المكونات اللي هنعمل بيها الجبنه القديمه. أوكي. زي السلطه مثلا. زي السلطه. اوكي. طيب وحمام محشي. انا مشكلتي بقى في حاجه، ان انا ما بعرفش يعني ما بعرفش اخترع في الاكل. تعمل الأكل على أصوله زي ما قال الكتاب، زي ما ماما، زي ما جدتي، زي ما كل الناس. ويمكن دي الحاجة المميزة في الموضوع، إن ما بخترعش. وما كنتش فاهمة يعني قبل كده موضوع إن الست يبقى عندها نفس في الأكل. أيوه. فأنا بعمل الحاجة بمنتهى البساطة بطريقة تقليدية جداً، ولاقي الناس منبهرة. بس بتعملي حاجات صعبة برضو، حمام ومحشي. يعني أنا نفسي أنا ما بعرفش أعمل حمام. هقول لك حاجة، مش هتصدقي إن أنا لسه متعلمة الحمام المحشي ده يمكن من 6 شهور. لا احنا عايزين بقى ايه يعني تشرح لنا وانت بتعملي في الاكشن نفسه. يلا نبدا بيه. اول حاجه هنعمل حمام محشي. احنا المكونات عندنا بسيطه جدا. احنا عندنا الحمام، عندنا السمنه، البقدونس، الملح، الفلفل، القرفه، البصل، شويه سكر، شويه لبن ده للتحمير، رز، زيت، والكبد والقوانص والحبهان، وممكن اي توابل الست بتحبها. ليه؟ لان مش كل الناس اذواقها واحده في الاكل. ممكن ناس تحب الحمام ما حبش قوي. ايوه. ممكن ناس تحب الحمام بسيط. ممكن في ناس كبيره بتاكله فما يحبوش الملح الزياده في الاكل. التوابل الزياده او فطبعا الزيادة. التوابل دي مش ثابته. احنا بنقول البيزكس بتاعتها، الاساسيات، وبعد كده اي حد بقى ممكن جوز شيلي الطيب. بقى حطي بقى اللي انت عايزاه. ممكن في ناس بتبشر، يعني بتبشر على الخلطه جوز الطيب، في ناس بتحط توم. طبعا مرضى القولون يلا بينا نبدا، ما لهمش دعوه بالثوم خالص. لا لا طيب يعني والله انا عندي قولون وانا على فكره بشوف الثوم، انا بموت انا بحبه التوم. جدا مهما كان بقى مهما حصل انا بحب الثوم. ايوه اجيبيها. ايوه من هنا مظبوط. طبعا انا دوسي على العين الاول اللي انت عايزه تعمليها. انا دوست عليها اوريدي. فينا ايوه كده. بص بقى ممكن بقى تدوسي الدبل اللي هو ده. ايوه ده عشان يجيب معاكي. بس انت عايزه تفتحي انهي واحده؟ فتحت يعني دي تقريبا. ممكن تفتحي التانية كمان تسخنيها بقى. هنسخن ده عشان ايه؟ الزيت في التحمير. طيب انا خليني اقول حاجة بس، يعني طبعا الحمام انتوا عارفين ان احنا جزر دي اللي هو في اوريدي نسخة معمولة. الحلقة دي مش معنى ان احنا عملنا حمام ان عمرو مش هيعمل لنا طاجن الرز بالحمام اللي انت وعد ده امتى؟ النهارده؟ لا مش النهارده طبعا. انا بقول انت ايه ده بتدبسني على الهوا، انا معيش مكونات حتى اعمل ازاي الطاجن ده. لا مش النهارده يعني على بال ما تظبط. وبعدين خلاص احنا اخر انت مش موجوده، انت ممكن تكون عملته. انت عايزه تدبسيه بقى، خليه يعمل لك فتت الحمام. فتت الحمام. فتت. لا ايه فتت الحمام دي؟ حاجه بقى زي فته باللحمه كده، بس بدل ما بتعمليها بنخلي الحمام. الله. ويتحط على الفته. طب فين الكلام ده يا سالي؟ فين الكلام ده؟ شبيه تبدا يعني. بس انا عايزه تبدا. انا ايه بدير الوقت هنا بتاع الطبخ لان الشيف اللي جوايا مش قادر يستحمل. عارف. طيب هتعملي ايه اول خطوه؟ احنا مبدئيا كده سخنا في الممسك بتاعها عشان ما تلسعيش تحت هنا، لونه بينك. اوكي. ثانك يو. احنا هنستخدم، هنحط شويه زيت. زيت عادي مش زيت زيتون؟ على حسب. على حسب. لو ناس ما بتحبش، في ناس ما بتحبش زيت الزيتون. لا بس حمامي بقى يعني. بس انا خليني اتكلم عن الوصفه البلدي. يلا لما نيجي بقى نتكلم عن الدايت هقول لك نعمل ايه. انا بحب قوي احط السمنه
زودي زودي كتر يعني كتر. مش هكتر قوي لا لان الكميه عندي بسيطه فمش عايزين نكتر قوي. ماشي. وبصل القصه كلها ان احنا هنحط السمنه وممكن على فكره ما احطش زيت بس يعني ممكن بحط كده نقطه زيت بسيطه عشان الرز يفلفل. طيب احنا عندنا تو ويز يعني طريقتين للقصه دي. في ناس بتحمر الرز مع السمنه لوحده عشان يفلفل، في ناس بتحمر الكبده لوحدها وبعد كده يخلطوهم ببعض. اوكي إيه لا انا مش بحمر الرز. احنا هنعمل دلوقتي كده ان احنا هنحمر البصله. اوكي ممكن تخلي النار حتى على 19 دوسي على العين. مش هتيجي بال لا دوسي على العين الاول بعد كده علي. ايوه دوسي على العين اللي شغاله. اوكي مش فاكراني. ايوه بعد كده علي اكتر. ايوه مش قادر برضو انت مش قادر. مش قادر. انا رايي تيجي تقف جنبي يا عمرو عشان طب تعالى تعالى جنبي نساعد بعضينا يعني مش لازم ترتاح النهارده قوي أو انا لا ما انا مش قادر ارتاح مخي شغال. الشيف اللي جوايا جاله انهيار. بصي اهو وكده بقت دبل ودي كمان بقت دبل. ماشي يلا خليني انا في الكبده والقوانص. بصي دي لو سخنت قوي هاتيها كده هو عادي. اتس اوكي احنا حالا هنحط لها الزيت. طيب انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا بفصل الكبده عن القوانص. اوكي الكبده هتتحمر لوحدها مع البصله. ماشي اوكي هنحط عليها التوابل بتاعتنا. انا مش قادره اقول لكم ريحه السمنه دي سمنه بلدي على فكره. السمنه يعني ريحتها فظيعه. نحب نقول بقى فوائد السمنه البلدي ايه وخصوصا ان الناس بتخاف جدا من السمنه. الاول احنا بنحط الملح والفلفل بسيب القرفه للاخر. ماشي انا بحمر بقى كله مع بعضه يعني الكبده مع البصله. اوكي وبحط لها الملح والفلفل بتاعها. تمام ايه حكايه بقى موضوع السكوترز يا سالي؟ يعني امتى بدات موضوع ان انت تعلمي الناس ان هم يركبوا سكوتر؟ انا بسوق سكوتر من 2013. بدات تقريبا 2014. طيب ما كانش فيه لسه يعني ناس كتير بتعرف يعني ايه سكوتر. بنات ما كانش فيه بنات كتير بتسوق يعني يمكن واحده في اسكندريه او اتنين ويمكن انا كنت رقم خمسه في مصر يعني كده يعني كان رقم ضئيل جدا يعني جدا. فكانت الناس مش عارفه اركز فيه كانت الناس مستغربه عندي. جدا يعني ايه بنت وانا يمكن شكلي مميز شويه عشان طويله فكان الناس بتبص تقول لي ايه اللي هي بتعمله ده؟ كائن فضائي مش في الشارع في ايه يعني؟ فبدات البنات توقفني عايزين نتعلم فجات لي الفكره يلا بينا وعملت الاكاديميه وبنعلم بنات كتير كم بنت جدا. تقريبا معاكي في بتاع كتير بجد؟ ايه ده؟ يعني لحد دلوقتي تقريبا علمتي كام طيب. بنت؟ لا لا ما اقدرش اعد يعني انت دلوقتي في اسكندريه اللي اقدر اقوله لك ان بين كل عربيه وعربيه خمس بنات سايقين بين كل عربيه وعربيه خمس ست سبع بنات يعني انت ما تعرفيش تفرقي الستات خلاص ما فيش اصلا يعني كنا زمان بنشوف الرجاله هي اللي سايقه دلوقتي حقيقة. فين الاولاد يا جماعه اللي سايقين؟ ما فيش الكلام ده خالص. طب ودلوقتي انت برضه شايفه يا سالي ان البنت تقدر تسوق اي وسيله مثلا مواصلات يعني مثلا تقدر تسوق مقطوره؟ بجد؟ مقطوره دي صعبه جدا على فكره. بس هقول لك حاجه يعني الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي بتخلي الست تشتغل كتير كل حاجة. تشتغل صح. اي حاجه صح يعني هتسوق لو ده اكل عيشها لو ده رزقها هتعمله زي يعني. ما في ستات سواقات ميكروباص يعني بيسوقوا ميكروباص عشان اكل عيشهم بالظبط. وفي كمان بتوع الشحن الدليفري وفي كنت معانا ضيفه فاكرها اللي كانت أيوة. كانت بسكوتر برضه جميله بنت صغيره جميله جدا. خليني اخرج من الموضوع شويه واقول ان البصله لازم تفضل على النار لحد ما تاخد اللون البني. ممكن اسيبها مع السمنه تتحمر ولو انا مستعجله عليها ممكن احط لها شويه سكر فهيتكرمل مع البصل وهيدي اللون البرونز اللي انا عايزاه. ده هيفيدني في ايه بعد كده؟ هيفيدني ان لما الرز يتحط عليه هياخد اللون البرونز ما يبقاش ابيض فتحس ان انت بتاكلي رز عادي بالشعريه. ايوه طب قولي لي وانت بتسوقي السكوتر اكيد واجهتك مضايقات يعني معاكسات بقى لا هو بس المشكله ان انا في الاول كانت الناس مستغربه فكان ممكن مثلا يزنق عليكي عشان يشوف انت بنت ولا ولد ولا اللي انت بتعملي ايه في اللي يعني في ايه مين انت في اللي بيحصل بالظبط يعني لكن ده دي كانت مشكلتي
لكن بعد لا انا ما شفتش يعني ممكن دلوقتي يكونوا بيعكسوا ما اعرفش لكن انا بالنسبه لي ما شفتش الكلام ده لان انا ملتزمه جدا بالسيفتي جير بتاعتي الهلمت هو اصلا مبقاش حد واخد باله هو دي بنت ولا ولد أيوة لو انت لو شعرها تحت السايب تحت هيعرف ان دي بنت فانا ببقى ملتزمه بالكلام ده وببقى مركزه جدا في ببقى مركزه جدا في السواقه بتاعتي فما بديش فرصه حد يكلمني البادي لانجوج بيفرق قوي حركات وشك حركات جسمك ماشي بقى حاطه السماعه وبسمع ميوزك ماشيه بتدلع ولا ماشيه فري يعني احنا معانا صورك دلوقتي من المؤسسه بتاعتك ده وانا لابسه الحركات بتاعتك ايوه وكمان شفنا صوره قبل كده وانت لابسه الخوذه هلمت بالظبط ده السكوتر بتاعي احنا دلوقتي بنعمل ايه على النار امتى هننزل الرز لما البصله تحمر هي خلاص اوريدي بدات تحمر انا يمكن يعني هي احمرت خلاص واوريدي الكبده والحاجات دي اخذت الحاجات بتاعتها ممكن نشوح اكتر من كده كمان على فكره دلوقتي بقى هيجي ميعاد القرفه الله بقى على الروائح القرفه بقى دي هتدي ريحه وطعم تحفه جدا للحمام احنا بقى القرفه دي في الشتاء يعني مزاج بصوا انا بشرب اصلا هنا اهو قرفه خليني اقول تاني ان ممكن بشرب قرفه خليني اقول تاني ان ممكن يتحط على بص بقى بص اللون بقى عامل ازاي جوه الحله شايفه من الشاشه تحفه بص عامل ازاي خليني اقول ان ممكن يتحط تاني جوز طيب او توم مع الخلطه دي بس انا ما بحبش الحاجات السمالي يعني جوز الطيب شويه بس طب تعالى ننزل الرز بقى عشان احنا ما عندناش وقت لازم ننزله حالا اهو خلاص يعني نمشي في طب قولي لي يا سيدي اشمعنى اخترتي السكوتر تحديدا يعني ان انت تتعلميه وتعلميه للبنات انا دايما بحب الحاجات الغريبه يعني ما بعرفش اكون بني ادمه تقليديه للاسف غير عندك بنات طيب عندي بنت وعندها 17 سنه ايه ده ما شاء الله ايه ده دي صدمه عادي انا عندي ولد عنده 19 سنه عادي جدا عادي جدا يعني انا لما شفتك برضه اتصدمت لما شفت يوسف عادي جدا بقول لك يا حبيبتي طب بتعلميها سكوتر تركب سكوتر كده ولا لا بتخافي عليها انا مش عايزه اتكلم في الموضوع شكلك بتخافي عليها احنا لسه متخانقين امبارح والناس هتقول بس هي لسه تحت سن القانون ان هي تسوق لا بس يعني خليني بس اشرح حاجه دلوقتي احنا دلوقتي مش هنسوي رز كامل احنا هنديله ربع يا دوبك تشرب كده يعني ربع كده يعني تسويه عشان الرز ما يعجنش مع الحمام لما يجي يتسلق في الشوربه بتاعته اوكي ممكن ياخد تشويحه كمان بالمنظر ده هو دلوقتي اخذ الشكل البرونزي بتاعه تماما هنضيف له بس كمان شويه ميه عمري ما اعرف اشتغل بمقادير يعني مثلا ما اقدرش اقول لك ايه حطي نص معلقه سكر على انا كده 500 جرام بس ده طبيعي هو كل يعني كل حد مش محترف في مجال الطبخ او كل ست بيت هي مش هتعرفي تاخدي منها مقادير لان هي ما درستش الحاجات دي بالزبط. ايه اللي اتحط على ايه قد ايه ولا درست المعايير فطبيعي جدا دايما باخدها بالويم فهمني بالبركه كده وبيطلع صح الغريبه انه بيطلع صح ده جزء من النفس وجزء خطيرة. من السكيلز او المهارات اللي عندك اللي اكتسبتيها عشان جربتي كتير تطبخي فده جزء منه نفس كمان بس يعني هو بقى ماما يعني الصراحه هي يا رب فعلا يعني احنا مثلا في رمضان احنا ما بنعرفش ناكل مثلا او بس انا بالنسبه لي لما بعمل حاجه سبحانك يا رب بتطلع مظبوطه بالظبط هو بالاحساس خلاص بقى كمان بالخبره انت عملتي الاكله دي كتير فانت خلاص متعوده على يعني حيثياتها زي ما بيقول مش عارف ايه حيثيات مش عارف حاسه ان في احنا قاعدين في المحكمه حيثيات الحكم في ايه مالك طيب احنا دلوقتي المفروض نبرد الرز ده وبعد كده عايزه واحده ثانيه في واحده ثانيه زيها تحت وفي واحده حمراء في المساكه الحمراء مكتوب عليها عمرو حلمي بصوا يا جماعه ايجو الايجو 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 انا عايزه واحده مكتوب عليها سالي الجندي اعلان البرنامج كله بيقدمه عمرو حلمي انا كمان انا عايزه واحده مكتوب عليها سالي الجندي ماليش دعوه وانا كمان وانا كمان هو انت بتطبخي اصلا هطبخ ما شفناكيش بتطبخي في البيت لا 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 ما هو انا لو طلعت بصوا بقى يا جماعه انا لو طلعت هنا وطبخت يعني الناس في يعني الحمد لله في قله قليله بتحبني هتكرهوني لا في ناس كتير قوي بتحبني لا يعني أوي. بجد انا على فكره في فولورز تويك عندي من اللي عندي بيحبوكي قوي بجد طب اعملوا لي فولو بقى بتحبوني فولو فولو بنشحط على الهوا بجد في ناس بتقعد تقول لي نرمين اخف دم في المذاعات ونرمين تجنن بيحبوكي قوي حبيبي وابويا بيقعد يتفرج عليكي بيحبك قوي بصوا بقى يا جماعه معلش يا سالي انا اسفه سيبيني عشان ولد عمرو بعض زي ما انتوا عايزين انا ولد عمرو ده يا جماعه بالنسبه لي انا
انا مسميه العشق. انا انكل، انا يعني انا ببوسك يا انكل على الهوا، لان انت والدي التاني بجد، انا بحبك جدا. اي ستوري بينزلها، اي بيعمل اكل على فكره، كان لسه عامل سبانخ عاديه خالص، هيجي يطبخ معانا تاني بجد. ايوه انا بقى موجوده بقى المره دي، بقى انت اللي فكرت. انا موجوده المره فاتت رند بالزبط. انا المره دي لا بجد بيعمل سبانخ، يعني الخضره وهي بتتقطع، وبعدين بيشغل بقى ميوزك يا روقانك يا روقانك. بجد بوجه لك كل التحيه يا انكل بجد، اتبسطت قوي. طب انت عملتي ايه يا سالي؟ انا بحاول ابرد الرز، بنحاول نبرد الرز على قد ما نقدر عشان لما يدخل جوه الحمام ما يقل. طبعا الحمام يعني جلده متقرق رؤية جدا، فاحنا بنحاول نحافظ عليه ان هو ما يتقطعش مننا. طبعا احنا بالنسبه للحمام لازم يبقى منضفينه كويس جدا بالميه والدقيق والملح والخل. ونيجي عند ونقطع الرجلين. ماشي دعوه، دي الطريقه بتاع ستات البيوت، انا هسكت. قولي طريقتك. طيب بس عمرو ما بيغسلش. لا انا بنقع كل الطيور في محلول ملحي وبس، وبعد كده بطلعهم الموضوع يخلص على كده. بس ما بعملش الدقيق وحاجات دي، مش محتاج لكل ده لو هو من مصدر كويس. بس الدقيق مش زفر، سوري، الحمام ما بقاش زفر زي الفراخ مثلا. خليني طيب اقول لك ان دي الطريقه الاورينتال، يعني الفلاحين. انا فاهم فاهم دي طريقه امهاتنا. بالظبط، ما هو ده اللي قلته في الاول، ان ده اللي بيميز الاكل عندي. اوكي هنيجي بقى في يعني عايز اقول حاجه كده، ان في اخر الحمامه هنا من تحت بيبقى فيه حته دهنه، دي بتتشال اوكي مع التنظيف عشان لما اجي اقفل الحمامه في الاخر ما بتشرب كافيه. بالظبط كده. ماشي يلا بينا. ممكن تحشيه ما بين اللحم والجلد برضو صح؟ احنا لسه مش هنحشي، لو المفروض الحمام تحت الميه بالبلدي بيتقال عليها بيتصفق، بالقاهري والسكندري بتقال عليها بيتورق، وده معناه ان انت بتفتحي الحمامه من هنا كده وتدخلي ايدك بالراحه جدا ما بين الجلد وما بين اللحمه كده. انا بتقطع مني بقى. ما هو اولا يا تلبسي جوانتي يا ما يكونش فيه ضوافر، ولازم يبقى تحت ميه هاديه جدا جدا جدا. اوكي فنبدا نورق بالراحه كده خالص الحمامه بالمنظر ده، نصفقها خالص لحد ما نوصل لحد الرقبه من اول. فاوريدي الحمامه بتبقى معموله كده، وما نحاولش ان احنا نحشي الحمامه كتير، نبدا نحشيها كده بالمعلقه عشان الرز هينفش، فنديله مساحته جوه الشوربه، ونقعد بقى نصلي ركعتين لربنا وندعي ان الحمام جوه ما يحصلوش حاجه. بس الحمام التاني ما بياخدش وقت في السوى برضو، يعني بتسوى هقول لك بالظبط 10 دقائق ربع ساعه مثلا صح؟ لا اكتر، ربع ساعه. انا بحطه على النار ساعه وعشر دقائق. ليه كده؟ في ناس بتحطه ساعه الا ربع، هقول لك ليه. احنا ما يعني طبعا الحمام بيجي، انت مش عارفه بقى اللحمه اللي جوه بتاعت الحمام دي صغيره كبيره، هو كبير في السن هو مش كبير في السن، فلازم تدي له سواه. وكل الحمام ما يبقى مستوي حلو كل ما هيبقى طعمه احلى في الاكل، خصوصا ان انت مديله توابل جميله جدا، يعني فحرام ان احنا نبوظ طعم الحمام. حرام، الحمام غالي يا جماعه دلوقتي، فيعني ما نبوظهوش. كل حاجه انا صراحة نفسي تدوني مساحتي كده نرمين في البرنامج عشان انفش زي الرز، مش مديني مساحه. طب انتوا احكموا، ده انت دي فقره باسمك لوحدك. طب يعني انت حد بيعرف يطبخ؟ انا اللي شاف، انا اصلا بتعلم الاكل. احنا كده حشينا الحمامه من جوه، ومحشينا ما بين اللحم وما بين الجلد. اوكي انا بس مش عايزه اكتر، يعني لان هو هينفش. مش عايزه اكتر بس عماله اكتر بص بقى عندي حاجه، يعني هو انت دايما الناس بتقول ايه، العين بتاكل قبل، لازم تشوف الحاجه شكلها حلو. وبعدين الناس اللي هم دايما متربيين في الارياف بيستشوا الحاجه دايما، الحاجه في عيني قليله. ايوه فلازم السفره زي لما نبقى عاملين عزومه نقول يا لهوي ده الاكل ده مش هيكفي، ممكن نقعد ناكل فيه بقى شهرين مثلا بعد كده. دايما يعني لا مش يعني مصر حمام كده، لا ازود شويه. ايوه والحمام كل ما كانت عامله كده مدملكه. طيب بس بقى يا سيدي جوعتينا بقى، جوعتينا. اقفليها عشان احنا هناخد بقى. خلي بالك احنا لسه في دي مش تاخد وقت. القوانص بقى، القوانص بتاعت الحمامه دايما بقفل بيها الحمام من تحت وابدا اكتف الحمام. يلا بينا. يعني انا ما بحمرش ال 7 دقايق. ايه تجري بيا كده حالا كده؟ انت قلت لي بقول لي، فانا اهو بقول لك 7 دقايق على الجبنه ولا على الفقره كلها؟ على كل حاجه، على الحلقه كلها. طيب anyway احنا هنا هنحط على الشوربه بتاعتها، ادي الملح بتاعها وادي الفلفل فلفلها وادي البصل بتاعها وبصلها، ده الشوربه عادي جدا. اوكي هنحط الحبهان. اوكي نحط مستكه، وممكن نحط كمان بس اكيد طريقه فلاحي ما فيهاش مستكه. ايه توابل؟ لا ليه الحبهان ومستكه؟
لا بس المستكه مش عندنا في الفلاحين خالص. موجوده بس يعني أوه. مش حاجه يعني بقى لها كتير موجوده دلوقتي ممكن احنا المفروض عملنا كده استنينا لما لحد الشوربه وممكن نحط طماطم وجزر مع الشوربه هتبقى تحفه. صح. بتدي الشوربه طعم تحفه. طبعا دايما انا بدخل انا بس عايز اقول حاجه خليني ندخل اللحم الاول كده تحطيها على ظهرها بحطها على ظهرها مش على بطنها. اوكي ما بحبش اقطع راس بتاعه الحمام لان هي بتقفل لي الحمام بجد من جوه. ايوه ما تقطعيش الراس بتاعتها مش هتستخدميها غير لما يطلع الحمام بالسلامه من الحله بعد كده تبقي تقطع الراس ترميها مفيش مشكله خالص. بس اهم حاجه مش هينفع نقعد نخيط ونعمل الحاجات دي هي خله السنه اول توسبيكس مش ممكن نعملها كده ما ينفع لا مش بروفيشنال ان احنا نعمل كده. اوكي طيب الحمام بيقعد على النار من ساعه لساعه وعشر دقائق ويخرج يبقى طبعا بالشكل ده شكلها. هقول بقى الجزر الكلمه المعتاده بتاعتك. ايوه بتاعت نرمين دي اللي اخترعتها. نرمين اوكي ممكن توديها لنا هناك احلى عشان هنا في كرمشه. ماشي لا انا قصدي الحمام نفسه هو اللي هناك مع الحمام عشان هتحمريه ولا هو لا الحمام هحمره لسه. اوكي اوكي الحمام هيتحمر. طب ممكن دي ورا عشان هم هيجيبوا لنا كوره كده. يعني بصي اصل ايه معلش انا قلت لك حلك ايه والله يعني. طيب يلا الحاجه اللي انا عايزه اقولها ان المعلقه بقى في معلقه ثانيه الحمام عشان يتحمر احنا هنحمره في السمنه. اوكي بسرعه 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 كده عشان النقطه بتاعنا. ماشي ونقطه زيت بسيطه جدا عشان والتركه بقى بتاعت الحمام اللي هنعملها حالا. ايه ده لازم افتحها حالا 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 ان احنا هنجيب اللبن كده. لبن حالا هتشوفي هعمل ايه حالا كده وهدهن الحمام يجيب اللبن كده. ايه ده ليه كده تتحمر والله زي في مثلا عارفه المخبوزات بيدوها بيض عشان تتحمر نفس الفكره. طب في حاجه تانية ممكن نحط عليها اللبن يعني مثلا ارانب وبالهنا والشريخ لما تيجي بقى نقلب الحمام. اوكي هياخد اللون الذهبي الفظيع. اي زي ما بتقولي عايزه بقى تحمر زياده عايزه في ناس بتحبه كرانشي اتس اوكي طيب تعالي تقولنا بقى المكونات بتاعه المش اللي هناك ده وانت احنا بنحمر الحمام. اوكي ايه رايك احنا بس هنجهز بسرعه كده ورقه طبق التقديم بتاع الحمام هنحط له كده تحت كده بقدونس بسرعه بسرعه عشان لما يتحمر هيتحط عليه. انا محتاجه اطفي دي لو انت مش على دي انها خلاص احنا اوريدي بنحمر. ماشي عايزاني اطفيها لك بليز. ده بقى يتحمر براحته. طبعا انا حاسه بعمرو دلوقتي ان هو عايز يروق الدنيا عايز اعمل حاجات كتير والله العظيم حاسه بيه. ينفع اروق براحتك. طب يلا طيب سالي انا عايز اسالك على حاجه. السكوتر اكيد ضاف لشخصيتك حاجه او ضاف لحياتك حاجه. ايه بقى الحاجه دي؟ حريه زياده. بيخرج النيجاتيف انرجي من الطاقه السلبيه بيخرج الطاقه السلبيه من البني ادم لما يبقى عنده لما يبقى ستريسد او حاجه. بيدي باور يعني قوه ازيد. ممكن تقول لنا مقادير الجبنه القديمه اللي هتعمليها قبل الجبنه ما القديمه بقى فيها. دي من الحاجات اللطيفه جدا اللي هي ملهاش مقادير. دي جبنه قديمه بتيجي من البلاص. لا يعني ايه اللي احنا شايفينه احنا لازم نوضح. احنا هنعمل جبنه قديمه سالاد فيها جبنه قطعه جبنه قديمه فلفل خيار مش لايقه جبنه قديمه سالاد يعني عارفه سلطه جبنه قديمه هو اصلها مش سلطه الصراحه هي مش سلطه يعني ما دي اكله هتتقدم مع الفطير مش جبنه بيضه بالطماطم كده. وخليني هنا اعمل حاجه لطيفه جدا ده الرقاق الطري اللي ممكن ناكل فيه بعد كده الجبنه القديمه بنستخدمه زي العيش زي بالطنج. تسلم ايدك والله العظيم انا مش عارفه النهارده من غيرك كنت هعمل يا حبيبتي انت منورانا. فبتقولي لي انت اتعلمتي الجرأه والانطلاقه من السكوتر مش كده؟ بالظبط كده. لا يعني بيديك انك تبقى واحد صاحب قرارك. خلي بالك التركيز في السواقه بيبقى عالي جدا اوكي وفي نفس الوقت يعني اصعب من العربيه. العربيه انت اوريدي محمي من اربع جهات صح. لكن صح. انت في السكوتر لازم تبقى مركز جدا في اللي قدامك صح. فانت هتاخد قرار ايه يمين شمال هتاخد غرزه فلازم ما ينفعش تغفلي صح لحظه خالص. طب ايه مخاطر السكوتر؟ يعني كل حاجه ليها عيوب ومميزات. ايه العيوب بتاعه السكوتر؟ العيوب بتاعه البني ادمين البني ادمين
هم اللي يعني بيشتتوك او كده التصرفات بتاعتهم او يعني انت خلي بالك من لونه ولا ايه؟ واخد بالي واخد بالك انت؟ جميل جدا شايفه اللون ده خطير اللون خطير يعني ده هيبقى بالبنزر ده بس انا هديله كمان لون عشان لما يتقدم ماشي طيب. تعالي نعمل الجبنه خلينا نعمل الجبنه القديمه بسرعه عشان الوقت هاخد بس قطعه منها صغنونه كده القطعه الثانيه دي هتروح معايا البيت خليني اركز لو ينفع الكاميرا على الجبنه القديمه عشان عايز اشرح حاجه مش شايفينها اوكي الجبنه القديمه من جوه لو لونها ابيض تبقى مش جبنه قديمه تبقى جبنه قريش محطوطه في جبنه فمش لازم يكون لونها يا اما بيج يا اما اللون اللي هو البني اللي زي الخشبه دي كده دي تبقى اسمها جبنه قديمه متعتقه يعني واخده راحتها في البلاص الفلاحي وكده عندنا طريقتين للجبنه القديمه الجبنه القديمه بطريقه تقليديه ان انا ههرسها بالشوكه كده عادي يا اما اخد القطعه كلها واضربها في الكبه فتبقى سايحه شويه كده بقى خلاص يعني خلينا نقفل بقى خالص كده وطبعا هو المفروض يطلع على مناديل سوري اوكي هو البقدونس هيشرب الزيت هنقدمه بقى كده وممكن نحط الجارنيش بتاعه زي ما احنا عايزين خالص ممكن طماطم متقطعه سلايسز ممكن نحط تحتيه طبق رز بالخلطه هو ده الكلام طماطم ايه ومش عارف ايه هو ده الكلام وممكن نحطه في صينيه كبيره تتقدم وحواليه مثلا بتاع 2 كيلو محشي ورق عنب على كيلو ونص محشي كرنب وممكن محشي كوسه بالفلفل يا لهوي سالي بقى طاجن بقى كده ملوخيه طاجن بطاطس مثلا بس بجد ده طريقه تقديم الحمام اوكي ايوه تحفه طيب. الجبنه القديمه بعدين بعد ما هنعمل بقى بنهرس كده انت خدت الحاجات بتاعتي مني قولي لي عايزه عايزه اللبن اللبن اهو هنا انا ما رميتش حاجه انا خليتهم ورا طيب دي بقى حاجه ما حدش بيعملها غير مامي الله يرحمها يعني الله يرحمها طيب احنا هنحط كل حاجه ممكن انت عايز تحبها وتاكلها مع الجبنه القديمه اوكي هنحط الفلفل والخيار والطماطم عايزها تبقى سبايسي اوكي عايزها تبقى عادي كل الكلام ده الطماطم كمان اعتقد بتهدي من لو هي حادقه قوي او حاجه بتهدي منها اوكي احنا بنعمل كده المفروض ولو هي معموله بالبتاعه بالكبه هتبقى اسهل بس في ناس بتحبها قطع كده زي ما انا بعملها وفي ناس بتحبها سايله انا بحبها صراحه القطع دي انا كمان بس بزود زيت كتير قوي ما لسه بقى. هنلعب اللعبه دي حالا طب ايه رايك في المشه بدود مش بدودو مش بدودو احنا نعمل ايه بقى تشوف المشايه قدامك بالعين كده تلقطها افيك لودود ترميها فيها حاجات تانية كده بتبقى زي صوص صغير تشيله وتكمل اكل بالهنا والشفا عادي جدا احنا يعني مش بنفرش معاك بس دود لا لا ما احنا مش هناكله ودود لا ليه لا يا بقى في ناس بتاكل المش بدود عادي لا لا ده لا مش للدرجات يا عمرو لا لا احنا انت كده هتخليني مش عارفه مش عارفه اكمل اللي انا بعمله طيب عشان الوقت احنا بنفضل نزود في الزيت اوكي على الجبنه القديمه دي لحد ما بيبقى القوام بتاعها سائل شويه قدامي اوكي طيب احنا لازم نقدمها لان خلاص وقتنا حالا انتهى هحط اخر حاجه اللبن او القشطه او كريمه وده في الاخر هتحط طعم انا دايما بشوف بيحطوا قشطه بس اول مره اشوف حد بيحط لبن ممكن يبقى ناس ما عندهاش قشطه ايوه في الاخر بقى لما اتعملت كده كاني بالظبط ضربها في الخلاط انا بس عشان بعمل بسرعه جدا عشان أيوة الوقت فعين. فهي في الاخر كاني مضروبه في الكبه بالظبط يا وعدي انا بحب المش حب يا جماعه وانا يا لهوي انا اي حاجه حادقه وحراقه انا دايس فيها تجيب لي بقى ايس كريم تجيب لي تورته الكلام ده بتاع العيال التوتو وأنا انا بتاع المش فظيعه طعمها روعه وتتقدم صحة. بقى كده بس انا بقى مش عارفه في طبق تقديم هنا ولا لا عايز طبق تقديم هجيب لك عينيا اي حاجه دي صغنونه كده ماشي استنى اي طبق تقديم صغنن عشان يتحط جنب الفطير كده وبالهنا والشفا الفطير بقى وتغمسه بقى ويعني بصوا أوكي. هي فعلا اكله فلاحي الفطير المشلت بقى تحطي جنبيه عسل ويا سلام بقى لو حته مرته كده مع البيض بالسمنه البلدي طب انا جوعت يا جماعه احنا بقى ممكن نعمل استنى عشان نكمل اكل الحاجات دي زقي لي البتاع دي ايوه اديله اوبا احنا كده عملنا كل الحاجات طب وده ممكن سالي كمان تجيب لنا الرقاق والجبنه عايزه اقول حاجه بقى الرقاق ده بيتعمل منه سندوتشات شاورما بيتاكل ده اللي هو العيش الصاج يعني زي بس لا زي ده زي ده رقاق طري بيتقدم بيتاكل ممكن تعملي منه سندوتشات شاورما ستيك
بس ده مش عيش سوري اوكي. لا طبعا. انا فاهم. وممكن يتعمل صينيه رقاق باللحمه المفرومه. كنت لسه اقول رقاق بقى طبيعي جدا يا جماعه، اللي هو رقاق باللحمه المفرومه وتسلم ايدك وبالهنا والشفا. يعني سالي انت بجد النهارده نورتينا، عملتي اكل يجنن وجوعتينا ولعبتي على الوتر الحساس. انا المش ده هو ده الوتر الحساس بتاعي. انا يعني انت جايباه من المصدر يعني بجد، يعني نورتينا. جوه 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 لا بجد سالي انت نورتينا وشرفتينا، كنا سعداء ان انت موجوده معانا وهندوقه باين على فكره يا جماعه، مش محتاج ان احنا لسه هنقول، بس الاكل شكله حلو جدا. نورتينا وشرفتينا.